أنت حيا من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال الفعلي. الجولة الصباحية، طقس بارد نسبيا 19 درجة اللي كتسجل في هذا الأثناء. من المرتقب أنها توصل بعد زوال اليوم 31 درجة كأعلى مقياس، كذلك من المرتقب أنها تنخفض 19 درجة بالمساء والليل. نسبة الرطوبة 35%، سرعة الرياح 8 كيلومتر في الساعة. أجواء صباحية مثيرة وجميلة هنا بعاصمة جهة بني ملال خنيفرة، مدينة بني ملال، جوهرة الأطلس المتوسط. أجواء استثنائية ومثيرة بطبيعة الحال متابعينا، كذلك المرتقب انه دائما تسجيل انخفاض ملموس في درجات الحرارة هنا. كذلك السماء يعني قليلة الغيوم، هي الاجواء الحالة الجوية هنا بعاصمة الجهة. كذلك نفس الأجواء بجل مناطق ومدن الجهة مع تفاوت بدرجات قليلة، درجة حتى درجتين. كذلك تزامنا مع العودة إلى الدراسة، يعني أجواء جميلة بعد انتهاء العطلة بطبيعة الحال. مشاهدينا متابعينا الكرام، الى بث مباشر اخر دائما من مدينة بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها، مع تحيات اخوكم طارق. دائما اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.